أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فاتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقواه فلاح ونجاح للعبد في الدنيا والآخرة أيها المؤمنون عباد الله أوصى الإسلام بالنساء خيرا وشرع لهم سبحانه وتعالى الطاعات والعبادات فهن شقائق الرجال بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا عبادتهن في شهر رمضان وفي سائر الأعوام وأن المرأة هي الجوهرة العظيمة المصون وهي أساس المجتمع الأول ففي رمضان المرأة المسلمة تجتهد في أداء صلاتها على في كل وقت على في أول وقتها ولا تؤخر الصلاة لأنها تعلم المرأة أن صلاتها على وقتها وعدم الانشغال عنها من أسباب دخول الجنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. We mentioned, brothers and sisters, that Islam has preserved women, and they are very valuable. They are the very valuable jewels in Islam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned that women and men are same when it comes to the ibadat, to the legislations of Allah subhanahu wa ta'ala from these acts of worship. And he has clarified for us, sallallahu alayhi wa sallam, the path of a woman in Ramadan.
and the responsibility she has, being the pillar of society, the mother, the wife, the daughter, the importance of her role in society. As for Ramadan, a Muslim woman understands and recognizes the importance of establishing a salah on time. She knows that it is the obligation of Allah subhanahu wa ta'ala, and she cannot be busy delaying her salah. And she knows it is a reason to enter Jannah. He said sallallahu alayhi wa sallam, if a woman prays her 5 daily prayers, and she fasts her month, meaning the month of Ramadan, preserves her chastity, and obeys her husband, it will be said to her on the day of judgment, enter to Jannah, to paradise, from any gate you wish. والمرأة المسلمة لا يشغلها شيء عن القرآن فهي لا تمل من قراءته وتدبر آياته والعمل بأحكامه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. The Muslim woman in Ramadan is not busy from her recitation, the recitation of the Quran. She is not bored. She ponders over the verses and she acts upon the legislations. Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates. This is a blessed book which we have revealed to you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that they might reflect upon its verses and that those of understanding would be reminded. والمرأة المسلمة لا يفتر لسانها عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. A Muslim woman in Ramadan and in other than Ramadan, her tongue is wet with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no boredom, as Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates. And men who remember Allah often, and the women who do so, for them Allah subhanahu wa ta'ala has prepared forgiveness and a great reward. والمرأة المسلمة تحفظ بصرها عن مشاهدة الإثم وتمسك لسانها عن قول الباطل وتصون سمعها عن الحرام إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Also the Muslim woman preserves her sight from anything that is haram, and she refrains from saying anything that is forbidden, from slandering or cursing, and she preserves her hearing from listening to anything that is forbidden and anything is haram. As Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates, indeed, the hearing, the sight, and the heart, about all those, one will be questioned. والمرأة المسلمة لا تخرج إلا لحاجة وإذا خرجت فإنها لا تخرج متبرجة لأن الله تبارك وتعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Also a Muslim woman does not leave her house without the permission of her husband and because it is needed and necessary. And when she leaves, she wears her Muslim and Islamic attire. She leaves wearing her Islamic attire. She wears her jilbab and her hijab. She is not causing any temptation. She is not showing any curves. As Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates, and abide in your houses and do not display yourselves as was the display of the former times of ignorance. والمرأة المسلمة لا تخرج من بيتها متطيبة متعطرة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح وحسنه الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. Also a Muslim woman, when she leaves her house, she is not wearing any perfume, any fragrance, because she understands the Prophet ﷺ says what means and what translates,
any woman who puts on perfume and passes by people so that they can smell her fragrance is a zaniya. This hadith is collected by Tirmidhi and authenticated by him. And Al-Albani said this is a sound hadith. May Allah Ta'ala have mercy upon them. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى ونجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون الموحدون، المرأة المسلمة تهتم بعائلتها فتكون خير معين لزوجها على طاعة الله تبارك وتعالى وتربي أبناءها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمرأة راعية على بيتها، على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. We mentioned, brothers and sisters, that a Muslim woman is careful towards her husband, towards her family. She aids her husband. She aids her husband and assists him when it comes to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. For him to become a pious Muslim, a better Muslim, she raises her children upon the book of Allah subhanahu wa ta'ala, the sunnah of his messenger sallallahu alayhi wa sallam. Not upon what these actresses do or these athletes. We have role models in Islam, starting with the Anbiya alayhim salatu wassalam and the Sahaba radiallahu ta'ala anhum ajma'een. Those are our role models from this ummah, not Hollywood and not the athletes. This is a responsibility, wallahi. It's a shame that our children know nothing about Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman radiallahu anhum, Amir al-Mu'mineen Ali, Amir al-Mu'mineen Muawiyah, may Allah Ta'ala be pleased with them. It's a shame. They know nothing about the history of Islam, the history of these caliphs. It's a shame. It's the responsibility of the father and the mother. Ya ikhwani al-ajyal al-haditha, yujad fiha taqsir azim, al-sabab li'annana qassarna fi tarbiyat al-mar'a al-muslima. Wallahi qassarna. ولا أقصد في ذلك التربية الأكاديمية، فالمرأة عندها شهادة الدكتوراه وعندها الماجستير ومعلمة وطبيبة ومهندسة، لكنها ما تجيد الوضوء، متبرجة، متعطرة، متطيبة، لا تعرف أحكام الصيام، ما تعرف شيء. قصرنا في تربية المرأة المسلمة، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. We see many of our children nowadays not adhering to the Sharia. The characteristics of Islam are not really instilled in them. The reason for that, we fell short in raising the Muslim woman. Wallahi, we fell short. Academically, the woman has reached higher education. She's a physician and an engineer and all of that. But she doesn't know how to perform ablution, wudu, according to the Kitab and Sunnah. The result of this is that our children, their Islamic education is very weak. Their character is very weak, Islamically. We have to fear Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, a woman is the shepherd of her husband's house and children, and is responsible for them. هكذا تكون المرأة المسلمة في رمضان وفي غيرها وفي غيرها من الشهور، لكنها في رمضان تكون أشد اجتهادا وأكثر حرصا وقربا من الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ نساء المسلمين وأن يجنبهن كل شر وفساد وأن يوفقهن لخيري الدنيا والآخرة.
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. This is the status and condition of a Muslim woman in Ramadan. And there is no doubt that the Muslim woman puts in more effort, just like the Muslim man, just like our Prophet sallallahu alaihi wasallam. He would put more effort in Ramadan, even though he was the best sallallahu alaihi wasallam to walk this earth. But a Muslim takes advantage of these opportunities, of these seasons of goodness and blessings. That's why a Muslim woman should rush and hasten in doing righteous good deeds in this month. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless a Muslim woman and to make them from those who are righteous and to benefit them and to preserve them in this life as well as in the hereafter. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا وإياكم من الخالصين المخلصين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا رددته إلى أهله سالما غانما، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم يا ربنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من الرياء والسمعة والعجب والكفر والشرك وسوء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم يا ربنا في هذا الشهر المبارك نسألك أن تجعلنا من الفائزين، نسألك أن تجعلنا من الفائزين. اللهم يا ربنا كن لإخواننا المستضعفين الموحدين في كل مكان، اللهم ارحم موتاهم وداو جرحاهم وكن لهم ناصرا ومعينا. اللهم يا ربنا كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم فرجك القريب بهم، اللهم فرجك القريب بهم، اللهم فرجك القريب بهم. اللهم يا ربنا احفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين ومن عبث العابثين. اللهم احفظ مكة والمدينة والأقصى. اللهم يا ربنا أقر أعيننا برجوع المسجد الأقصى إلينا. اللهم أقر أعيننا برجوع المسجد الأقصى إلينا. اللهم عليك بالحاقدين الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم هازم الأحزاب، اهزمهم ودمرهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى دينك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا